دلوقتي هتعمل ايه يا حسين؟ والله نروح لها، عايزين نشوفها، عايز اطمن على بنتي. ادي المصيبه يا ادي المصيبه. امينه امينه، وبعدين معاكي بقى، انا هروح اشوفها بنفسي واعمل اللازم ان شاء الله. اطمني اطمني، ربنا معانا. انت علي يا عبد الستار؟ الاستاذ عنده تصريح بالزياره. روح انت يا عسكري واقفل الباب. اتفضل. متشكر. شد حيلك يا علي، انا مش مصدق ابدا ان ده يحصل منك. اشرحي لي كل حاجه، انا مش غريب عنك. تشكر على شعورك ده، طول عمرك راجل نبيل. ما كنتش اتصور ان بعد اللي حصل مني تيجي تسال عني في ظرف زين. انا مش جاي اسال عنك بصفة حسين اللي تعرفيه، انا جاي كمان بصفتي محامي عشان ادافع عنك. مفيش داعي، كتر خيرك. انا قتلته واعترفت بالقتل. مفيش قاتل يعترف بالسهوله دي الا اذا كانت المساله فيها سر. أرجوك يا علي ساعديني عشان أدي واجبي وأنقذ حياتك. حياتي ملهاش تمن. أنا إنسانة محطمة مكتوب عليها الشأن. أنا يئست من حياتي وكرهت الدنيا. علي، ما تيأسيش من رحمة الله. ما تكرهيش الدنيا كده. لأن الدنيا ممكن تحلى تاني وتحبيها أكتر من الأول. كلامك بيجدد فيا الأمل. لكن يا خسارة، فات الأوان. أنا اعترفت خلاص. افتكر مفيش فايده بعد كده. ما تفيديش الامل، اعترافك مش مهم. احكي لي انت على كل حاجه وسيب الباقي على الله وعلي. حاضر، انا احكي لك على كل حاجه وربنا هو اللي شاهد علي. انا كنت زي الغريق اللي بيتعلق في اشياء، صدقت كلامه، افتكرته صحيح انه عاوز يصلح غلطته ويتجوزني. لكن مع الاسف لما وصلت عنده كشف لي غش وخداعه. صرت عليه واتجننت، رحت ضرباه بالقلم، راح رميني بكل قوته على الارض، انقلبت عليا الترابيزه باللي عليها، وفجاه بصيت لقيت في ايدي مسدس. هجم عليا زي الوحش اللي عاوز يفترسني، هددته بالمسدس، راح ضربني برجله في ايدي، انطلقت مني الرصاصه اصابته من غير ما اشعر. واحلف لك ان كل الكلام اللي بقالوه لك ده هي دي الحقيقه. انا صدقك علي، بس لازم نوجد دليل قوي عشان المحكمه تقدر تاخد بيه. ايوه ايوه، كان في واحده ست وشافت بعينها كل حاجه. وفين هي دلوقتي؟ معرفش. وتفتكر لو لقيناها تشهد في مصلحتك؟ افتكر كده، لانها قالت لي رب لقيت امك وانت بريئه. هيبقى نعمل المستحيل عشان لازم نوجدها، ان دي هي الدليل الوحيد اللي نقدر نثبت بيه انك بريئه. تفتكر تقصد ايه بالكلام ده؟ دي من ساعه ما جت وهي على كده. انا عارفه انها بتهلوس، مش يمكن يكون ورا الهلوسه دي في سر؟ ها، ازاي الحال النهارده؟ زي ما هي يا دكتور، مفيش تفاعل. انا ملاحظه يا دكتور انها بتكرر الكلمه دي على طول. مش تفتكر حضرتك لازم في سبب؟ اهي خطرفه، تفتكر يعني هيكون سبب ايه اكتر من ارتجاج في المخ؟ جريئة جريئة. في واحد جاي يزورك. قلبي عندك يا علي. علي، انت طول عمرك شجاعة، أرجوكي ما تعيطيش، شدة وتزول إن شاء الله. وبعدين
أنا جاي عشان أزورك ولا جاي عشان أخليكي تعيطي؟ أشكرك، بس ما كنتش أحب أبداً إنك تشوفني وأنا بالحالة دي. هو أنا غريبة عليا؟ ده أنا ابن عمك وأقرب الناس ليكي. أنا لما سمعت الخبر ما قدرتش أصدق أبداً إن ده يحصل منك، وجيت عشان أكون جنبك. قولي لي إيه اللي أقدر أعمله عشان أساعدك؟ أنا مش هرتاح أبداً إلا لما تظهر براءتك واشوفك سعيدة زي زمان. أرجوك يا محمد بلاش الكلام ده، أنت بتزيد في عذابي، بتخليني أحتقر نفسي. بعد كل اللي عملته معاك بتسامحني؟ أنا ما استحقش منك العطف ده كله، أنت آخر واحد كنت أنتظر منه إنه يهتم بيا ويساعدني. ده أنا مستعد أعمل المستحيل، مستعد أرمي نفسي في النار عشان أخلصك. عليا أنا طول عمري بحبك، ودلوقتي بحبك أكتر، ومهما حصل هفضل احبك لاخر لحظه في حياتي، وهكون اسعد انسان يوم ما تخرج من هنا وتقبل ان قلبي وحياتي يكونوا تحت تصرفك. ليه يا محمد بتقول كده؟ حرام عليك، انت بتخلق لي امل جديد مش ممكن يتحقق. انا خلاص حياتي انتهت ومفيش مفر من الاعداء. سيبك من الياس ده، لازم تكوني متفائله وتتكلي على الله. أنا قلبي حاسس إنك هتخرجي بريئة، وربنا هيجمع شملنا تاني. يا ريت. صحيح، صحيح علي، دي أمنيتك. دي أعز أمنية علي. أنا خايف، خايف لو عرفت اللي حصل يمكن تغيري رأيك تاني. أنا بعد ما رفضت إنك تتجوزيني، تجرت وغامرت بكل ثروتي عشان أكون غني وأكون كفء ليكي، لكن مع الأسف الحظ ما ساعدنيش، وضاع كل اللي كان عندي. واضطريت اخيرا ان اقبل وظيفه بسيطه في بلد بعيده. محمد انا مش عليا بتاعت زمان، انا فهمت الدنيا على حقيقتها واتمرمرت كفايه ودفعت الثمن غالي. انا مستعده اكون تحت تراب رجليك. عليك. الحقيقه يا حضرات المستشارين واضحه جليه لا تحتاج الى شرح او بيان، ولقد قدمت لحضراتكم القرائن والأدلة القاطعة التي تهتز من هولها الأبدان، الأدلة التي تثبت أن هذه القاتلة المجرمة تحمل بين جنبيها روحا شريرة فطرت على الإثم والعدوان. لقد أزهقت روحا بريئة حرم الله قتلها، عامدة متعمدة بقبض الانتقام. يا حضرات المستشارين، قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لذلك فإني ألتمس من هيئة المحكمة أن تطبق على هذه المجرمة الشريرة المادة 230 من قانون العقوبات لتريحها من الدنيا وتريح الدنيا من شرها. رفعت الجلسة للاستراحة. ما تضايقيش عليا من الكلام ده، النيابه لازم تتكلم بالشكل ده. انا شايفه ان مفيش فايده، كل الادله والشهود ضدي. ربنا كريم يا بنتي، لازم تشجعي عليا. احنا مش اتفقنا انك ما تيأسيش ابدا وتكوني متفائله لاخر لحظه؟ ايوه، بس لو الحظ ساعدنا ونلاقي البنت اللي هتثبت براءتي برضه مش لازم تيأسي، وربنا معانا. انا حابسي كل جهدي في المرافعه والباقي على الله. الدفاع اتفضل يا استاذ. يا حضرات المستشارين، السعاده ينبوع يتفجر من القلب، لا غيث يقتل من السماء، فمن اراد السعاده فيسال عنها الذهب والفضه، بل يسال عنها نفسه التي بين جنبيه، فهي ينبوع سعادته ان شاء ومصدر شقائه وبلائه ان اراد. وقضيتنا التي نحن بصددها اليوم هي مأساة فتاة تعيسة أرادت أن تبحث عن السعادة فضلت الطريق. لقد أرادت أن تصبح من ذوات القصور الشامخة والسيارات الفاخرة، وظنت بذلك أنها ستضمن السعادة لنفسها ولقلبها، وشاء حظها العاسر المنكود أن تلتقي بالقتيل، فهو شاب ماج خرج به ماله الفائض عنكته عن طور الاعتداء إلى الابتزال، وخلقت منه ظروفه المواتية صيادا ماهرا
تقع في شباكه الكثيرات ممن لم تدربهن الحياة على الحرص والحذر فيلعب بهن كيف يشاء. ووقعت فتاتنا المسكينة في شباكه كما يقع الحمل الوديع بين براثن الذئب المفترس. يا حضرات المستشارين، هكذا انتهت حياة هذا الشاب المستهتر بيده لا بيد هذه المتهمة البريئة. وقد بينت لحضراتكم انها ما امسكت بالمسدس الا للدفاع عن نفسها، وفي ذلك بيان لعدم توافر نية القتل. ومتى انعدم ركن صدق الاصرار امتنع الحكم بالاعدام، بل ولاستحقت المتهمة الحكم بالبراءة. وكم كنت اود ان اقدم الدليل القاطع على صدق روايتنا، وهي الشاهدة الوحيدة التي رأت بعينيها نهاية هذه المأساة، غير انها مع الاسف ولسوء حظ موكلتي قد اختفت، وباختفائها اختفى الدليل الوحيد الذي نملكه. انا متشكرة قوي على اهتمامكم بي. ينزلش العفو، احنا ما عملناش حاجة اكثر من الواجب. اشوفك شكرا. مع السلامة. مع السلامة. العبارة الجديدة والمدري. هذه قصة مختلقة ومن نسج الخيال قصد بها الدفاع تشكيك المحكمة في ثبوت التهمة على المتهمة والتنصل من اعترافها الثابت. إني أعترض على مقاطعة النيابة بعد أن تقدمت بدفاعها، وأؤكد لحضراتكم أن ما أقوله هو الحقيقة بعينها. الحقيقة هي ما أثبتته الأدلة والبراهين، لا ما يريد الدفاع أن يلقيه في روع المحكمة من حوادث مختلقة. الدفاع لا يختلق، وإنما يلجأ إلى ضمير المحكمة وعدالتها، مؤكدا أن هذه الفتاة الوديعة بريئة من هذه التهمة. النيابة تتحدى الدفاع أن يقدم الدليل على صدق أقواله، والدفاع يعلن للمحكمة آسفا أنه عاجز عن تقديمه. وإني أتمسك بعجز الدفاع عن تقديم الدليل وأطلب إعدام المتهمة. المتهمة هي بريئة بريئة. أنا عاجزة حية. أنا عاجزة على سكوت من فضلكم. حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهمة علي عبد الستار إسماعيل من التهمة المسندة إليها. العربية هناك، اتفضلي. بنتي حبيبتي روحي. وحشي يا ماما. حبيبتي وحشي يا أمينة. الحمد لله ان ربنا جمع شملنا تاني يا بنتي. اشكرك يا استاذ حسين.